والآن ينضم إلينا عبر الهاتف عضو اللجنة الوطنية للأوبئة جمال وادي الرمح. أهلا بك دكتور جمال. يعني أهلا بك. كيف اليوم تقيم الوضع الوبائي في الأردن، خاصة بعد إعلان الحكومة ربما أنها تضطر إلى عزل بعض المحافظات والمدن في الأردن؟ صحيح، يعني بشكل مختصر جدا، الكلمة المناسبة لهذا الوضع حاليا بآخر أسبوع، حيث ظهرت حالات يومية داخلية متسلسلة وليست خارجية للأسف، من أناس داخل المملكة داخل المدن، أن الوضع مقلق وأصبح مقلق جدا، لأنه تأملنا مع نهاية الأسبوع بعد عدة أيام عدد الحالات أن تقل، ولكن للأسف ما زالت يوميا 10-13-12 حالة، صار مجموعهم فوق 60 حالة خلال الأسبوع الماضي. الآن هذا الوضع يعني بخلينا طبعا في الاستحقاقات لا شك، يعني استحقاقاته حاليا على ضوء أمر الدفاع. أولا يجب أن المواطن يعني يعي ويعي بشكل واضح، وأنا آسف أتكلم كلمة هي، وينتهي من قصة المؤامرة وقصة تغيير المعلومات من قبل الشخص فلان أو الدولة فلانية إلى آخره. نحن نعيش في وباء في العالم جد، ونحن جزء منه، وما يحدث الآن ليست مؤامرة بل وباء حقيقي يؤدي إلى وفيات وأمراض شديدة. ونحن في الأردن يعني ليست دولة صاحبة عشرات البلايين حتى نكون برفاهية نقول دعنا نفتح البلد كما يقول البعض، ودعنا نعمل ما يسمى البعض خطأ مناعة القطيع، ولأنه التكلفة المالية والتكلفة الإنسانية راح تكون عالية جدا جدا. أمر الدفاع سينفذ، من المفروض أنه منفذ دائما، لكن سيشدد التنفيذ عليه بالدعم غدا، اللي هو على الأقل أشياء بسيطة المواطن يقوم فيها حتى يمنع يحمي نفسه يحمي البلد والمواطنين الآخرين، اللي هو لبس الكمامات مهم جدا جدا، وثم طبعا التباعد الاجتماعي الجسدي بين الشخص والآخر عند دخول المؤسسات العامة والخاصة وأي منطقة فيها هناك تزاحم للمواطنين، يعني يبتعد عن الآخر مش يقرب على بعض. للأسف شاهدت فيديوهات خلال فترة العيد ونهايته أنه كثير من الشباب كان جمعوا محلات ويسلموا على بعض بنفس الطريقة على الأحضان والمعارضة، كأنهم يعني يريدوا أن يعطوا رسالة خاطئة. طبعا هم يتحدوا، لا أعرف ما يتحدوا أنفسهم، أن ليس هناك وباء وكل شيء تمام. هلا كما علمتم خلال فترة بسيطة وجيزة من قبل 10 أيام، عندما بدأت بعض الحالات المحلية تظهر، شخص واحد أو إنسان معين أدى إلى سلسلة من تفاعلات والإصابات من هنا وهناك. الإصابات بحد ذاتها مهمة، لكن المهم أكثر ما ينتج عنها إذا أصيب أشخاص ذو اختطار عالي أو حتى منخفض، بحيث أنه يؤدي إلى دخول المستشفى، إلى العناية المركزة، إلى الوفاة. وأرجو أن نصل إلى هذه المرحلة من 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 أن يعني نصبح نعدد الإصابة والوفيات يوميا لا سمح الله. نعم. في ضوء تفضل دكتور جمال. يعني كنت ما أود قوله أنه قبل قليل وزير الناطق باسم الحكومة الأردنية سيد أمجد العضايلة قال بأن أنه لغاية اللحظة تم تسجيل فقط حالتين، يعني هل ربما نشهد اليوم نعم حالات أكثر؟ هل هناك من مؤشرات لوجود حالات أكثر؟ نعم هذا ما تقوله، وجود حالات أكثر. طيب خطورة ذلك اليوم وأهمية وضرورة الفحوصات العشوائية، تكثيف وزيادة الفحوصات العشوائية؟ يعني الفحوصات العشوائية كما تسمعون يوميا من معالي وزير الصحة 6000 5000 6000 7000 5500 فحص، وهذا عدد كبير ومكلف، الرقم يأتي على كلفة عالية. طبعا يمكن عمل وما زال يعمل فحوصات عشوائية وفحوصات للمخالطين ومخالطين مخالطين وما حولهم، حتى وهذا أهم، حتى نعرف أن هناك في سلسلة إصابات من المصاب إلى المخالط أو مخالط المخالط أو رقم 3 مخالط، فهذا مهم جدا. الفحوصات العشوائية طبعا تعدينا دراسات أخرى ومعلومات أخرى مهمة، لكن ليست بأهمية هو تتبع كل إنسان مصاب وعزله وعزل عمارته وعزله عن باقي المجتمع حتى لا ينتشر المرض في يعني او الاصابه في كل المدينه او المحيط المريض نفسه. يعني هون بدعوني افكر بالطريقه هاي، انه نحن الان بامر الدفاع يجب على المواطنين ان يعوا ذلك وان يلتزموا به وان يعني يتوقفوا عن نظريه المؤامره، لانه لا للاسف يعني
كما أسلفتم على شاشتكم الكريمة من بعض المتحدثين، القادم لن يختلف عن الماضي. القادم إذا زادت الحالات بشكل تراكمي، بشكل تسارعي، بشكل هندسي يسمى من 16 إلى 32 إلى 20 يوميا، لا نستطيع، يعني لا يوجد للدولة إمكانيات مالية حتى تبقى تنظر إلى الأعداد تزيد والمستشفيات تتعبأ. فبالتالي يعني اعتقادي الشخصي هناك سيكون هناك بعض الإغلاقات اليومية أو الأسبوعية أو إلى آخره حتى نستطيع أن نسيطر عليه مرة ثانية، وأرجو ألا نصل إلى هذا الوضع. كعضو في اللجنة الوطنية للأوبئة، هل تؤيد اليوم بالعودة إلى تمديد ساعات الحظر خلال الفترة الليلية خاصة؟ صدقا كشخص يعني حتى لو ما كنت عضو باللجنة أؤيده بقوة، لأنه يقلل من تعرض وتماس الأشخاص مع بعضهم البعض والمواطنين، وخاصة الأشخاص الذين لا يؤمنون أن هناك مشكلة، هذا يقلل التعرض. وعلميا معروف إذا قللت عملية التماس والتقارب والتعرض للآخرين جسديا والتقارب معهم، هذا يقلل بشكل كبير نسبة الإصابة وكسر سلسلة الالتهابات أو نقل الفيروس من شخص لآخر. نعم دكتور جمال، هل سيتم التعامل مع المنافذ الحدودية بطريقة مختلفة هذه المرة، عن طريق زيادة فرق التقصي الوبائي وأيضا عن طريق الفحوصات المتكررة، يعني خاصة أنها تشكل خاصرة رخوة أو منفذ لهذا الفيروس؟ يا ستي، بآخر اجتماع مع الصحة كان واضح مع وزراء المعنيين بالدولة حدود جابر التي تسرب منها مجموعات كانوا مصابين، وللأسف يعني وأصبحت السلسلة معروفة، أغلق لمدة أسبوع. وحتى هناك اتخذت قرارات بحيث أنه حتى الموظفين أعانهم الله طبعا على الحدود سيطلب منهم المناوبات لفترات طويلة بهذه المنطقة، وأن لا يخرج إلى أهله إلا بفحص حتى نفسه لا يكون مصاب من القادمين ثم ينقل الإصابة للآخرين. طبعا بعد فتح الحدود، لأنه حتى الآن جابر حسب ما سمعت يغلق لفترة من الزمن حتى لا تزداد الإصابات. نعم دكتور جمال، هل هناك أي مقترح بتحديث الخطة بما يخص الحجر الصحي لدى المصابين؟ هل لديكم أي خطط قادمة ربما بالاتجاه إلى الحجر المنزلي وليس الذهاب إلى المستشفيات؟ والله يا ستي، هذه الخطة دائما بنناقشها من ما ظهر الوباء من نهاية شهر 1 و2 السنة هاي، مش من الآن. هذا يمكن أن يحدث، إنه أي علميا في كل العالم وفي الأردن ليست مختلفة عن ذلك، إذا أصبحت الإصابات لا سمح الله عدد كبير جدا بحيث لا تتحملها مستشفيات الخدمات الطبية الملكية ولا وزارة الصحة ولا القطاع الخاص، وفيش محل العزل، عندها نعمل كما الدول العربية حتى المجاورة لنا، نطلب من الإنسان المصاب الغير مريض أن يحجر نفسه أسبوعين في المنزل ويعمل له فحوصات قبل أن يخرج مرة ثانية للمجتمع. لكن وضع الحالي الإصابات يعني مسيطر عليها، مقلقة لكن مسيطر عليها ومقدور عليها، فهذه الإصابات يمكن إذا كان مصاب حجره في مناطق الحجر، إذا كان مريض وتعبان في مستشفى، حتى الآن ما زال الوضع مسيطر عليه. نعم، عضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور جمال وادي الربحي، شكرا لك على هذه الإيضاحات.